التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عددا من قيادات الدعوة بمناسبة العيد القومي 64 للمحافظة وانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956. على جانب آخر، افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 10 مساجد في محافظتي الفيوم وأسوان في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، مبني ومعني ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 666 مسجدا حتى الآن. بمناسبة مرور 64 عاما على رحيل جنود الاحتلال والانتصار على العدوان الثلاثي عام 1956، بورسعيد تحتفل بالعيد القومي بمشاركة عدد من المسؤولين وأهالي المحافظة، مؤكدين أنه كما قدمت في الماضي نموذجا لعظمة وقوة المصريين، تضرب الآن أروع الأمثال في تقدمها نحو المستقبل في مختلف المجالات. التنسيق مع سيادة المحافظ، هناك تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدد من المساجد الكبرى الجامعة، اليوم بيتم تطوير مسجدين، وإن شاء الله المحافظة بتشرع في عمل مسجدين، أحدهما يكون واحد من أكبر المساجد الموجودة في منطقة القناة إن لم يكن أكبرها إن شاء الله. وإحنا بنشكر السيد المحافظ على تعاونه الكبير مع مديرية الأوقاف ودعمه للسادة الأئمة، والحقيقة النهارده شفنا ولاحظنا الاهتمام والالتزام الكامل بالضوابط الإجرائية في المسجد. بنشد على أيدي السادة الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف، وبنؤكد كما أكدت في خطبة الجمعة أن الالتزام بهذه الإجراءات واجب شرعي ووطني وإنساني. في تعاون وثيق جامد جدا ما بين محافظة بورسعيد بين مديرية الأوقاف في إعمار المساجد وفي بناء المساجد الجديدة، والأهم من كده كمان في إعادة بناء الوعي للأئمة مديرية الأوقاف في محافظة بورسعيد، بيبشروا هذه المهمة بتفاني وبقدرة عالية جدا على التواصل مع المواطنين. وخلال الآونة الأخيرة تأتي التأكيدات أن ما تشهده بورسعيد الآن من نجاحات في القطاعات كافة لم يكن يوما سوى حلم، بات الآن حقيقة على أرض الواقع. الشعب البورسعيدي ببسالته التي تتجدد في كل عام، هذه البسالة التي ينبغي أن نكون عليها دائما في هذا التوقيت المناسب، لأننا ننشئ دولة مدنية حديثة بقيادة الزعيم الرئيس السيسي. إن شاء الله ربنا هيكرمنا من الوباء، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونهاية، في ظل مشروعات ناجحة تشهدها بورسعيد ومختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية، تبقى الحقيقة الثابتة أن معاول البناء يجب أن تبقى مشحوذة دائما. في عيدها القومي 64، المدينة الباسلة بورسعيد تتزين بافتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرضها، وتحتفل في وجود عدد من المسؤولين، لكن بالتزام وحرص في تطبيق الإجراءات الاحترازية الرادعة لانتشار كورونا. من محافظة بورسعيد، وليد هيكل، التلفزيون المصري.